شفتي ما احلاها هيك بس نكون لحالنا وما في حدا يزعجنا؟ ايه صح. ليه مستحية؟ مش هيك بس اول مرة حدا بحطني بهيك موقف. ايه؟ ايه يعني بتعرف ما في بقى مثلي يمكن بنات بهالبلد هيك. قصدك جمال طبيعي وجسم هيك حلو؟ مش بس جمال طبيعي يعني انا بصراحة مش بايز تمي الا امي. عجب؟ ايه كيف بدي افسر لك اياها اكتر يعني فيك تقول بعدني بالنايلون. ولك دخلوا اللي بالنايلون انا. شوب مش هيك؟ شوي ايه. حيت لنا لا 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 شو عم تعمل؟ شو عم بعمل؟ شو ناسي انه خطبنا اليوم وجينا لهون هلا؟ انه اذا خطبنا يعني دغري بدك تهيدا. ماشي لنا اياها اليوم بعدنا اول يوم يلا. شو هيدا؟ شو هيدا؟ ما صار لي ساعة عم اقول لك. شو عم تقولي لي؟ انه انا بعدني بالنايلون. نايلون نايلون. شو هو فلين؟ ايه فلين عشان اذا وقعت على جنابي. فلين فلين. لحظة لحظة روق قبل قبل مديلي على هيدي الفاتورة انك استلمت بس. هيدي الفاتورة؟ ايه من اهلك يعني هيك؟ ايه من اهلي. ايه لحظة معك طابع 100؟ لا لا شو الطابع 100؟ للفاتورة بدك تحطه على الفاتورة قبل ما تمضي. ما معي طابع 100. لا 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 لحظة 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 اديني اياها تبقى أمن طابع 100 وبعدين حكينا يا استاذ. لعنة قلنا موعد رومانسي نطينا على الصيدلية جبنا كل مستلزمات الحب مش على اساس القصة فيها طابع 100. لعنة منا بلد ولو أتخن معاملة بتتوقف إذا ما كان معك طابع 100.